نخلق عبدا حاشانا، بل لنعمرها دنيانا، لنمهد دربا كي يأتي جيل يستكمل ما كان. لا لا لن تسكن همتنا ما دامت فينا غايتنا، أن نحيا في الكون كراما، إحسان يتلو الإحسان. هلا، كيف محمد؟ كل عام بخير. فيديو الليلة يا جماعة هاخدكم معاي في شغلي، حتشوفي احنا بنعمل شنو. ناس كتير بيفتكروا انه الجي بي اس طبعا اللمبه البرديه مخربطه، بيفتكروا انه الجي بي اس ما عندهم شغل، بيفتكروا ان انا بس بنجي نتونس ولا شيء. بالعكس، بنبدا يومنا يا جماعه اول شيء بالمورنينج ميتنج اللي هو مينلي للدكتورز، ما عدا يوم الاحد ده بيكون في كل المركز. الفكره مني انه مثلا بنناقش الانترستينج كيسز اللي حصلت، لو كان عندنا اي مشكله الصباح بنستفسر منها. الفكره من الميتنجز دي انه السي ام اي فور سي ام اي كوز اور كونتينوس ميديكال ايدكيشن لكل الستاف. يس يس احنا كشري ممكن تجربوه، بتعمل مديرتنا دكتوره موزه. فاضي بريك سلطه عشان شويه نصلح الدمار اللي حصل. يبي في الاجازه شفا الناس الصحيه. ايوه الناس الصحيه خساره، السلطه خلصت. تخيلوا بتاكل اهم شيء البرجر بالخس بدون عيش، صمونه بدون صمون. بس طبعا بستفيد من دي، بحبها بتاعت المربى الصغيره، بحط فيها صوص بتاعي حلو. بحط تقريبا ثاوزند ايلاند مع كده هوت صوص يبي وعصير حلوه لهنا. تطعيم لاي شهر شيء؟ طبعا هنا اثناء ما انا كنت بكشف على صدر البيت اللي هو حياه عاديه بنعملها في لمجد التطعيم، سمعت صوت في القلب، حاجه اسمها سيستوليك ميرمر يعني. فسالت امها ان قبل كده قالوا لك ان عندها صوت في القلب او شيء، فالام قالت لي لا ترى طبي بيعاني من اي مشكله. قالت لي ايوه انا قبل زي شهر وديتها مركز خاص وطلع عندها الهيموغلوبين 7. فتخيلوا مرات ممكن بالكشف الصح وسؤال المريض نكتشف حاجة يعني ويتعالج منها، لأنه هيموغلوبين ناقص بالدرجة دي بيأثر أكيد كثير على نمو الطفلة. طبعا هسه جيت أخذت بريك، شربت الشاي حقي، شاي مظبوط كان بجد. فبس الحاجة ذكرتني بشي انه وانا طالعة يعني حسيت العيانين كأنه مرضين ان احنا نطلع، والحاجة بشوفها ما بس انا، ناس كل الطاقم الطبي، المشكلة انه العيانين يعني بحسوا انه مفترض ما تاخدوا بريك، اوكي؟ وبجد بيزعلوا كتير لو اخدته، وممكن عادي تلقى زول يشتكي ان الدكتور طلع. طب يا جماعة ده حق. غير كده الواحد لامن ياخد استراحة بين المرض، الحاجة دي بتخليه يرجع متغير وبيشوف بطريقة احسن يعني، لانه لو الواحد شغال متواصل صدقني الشيء ده منهك جدا
ما بس منهك متعب للجسم، منهك للأعصاب وللتركيز. فيا لازم نطلع بريك، خلونا يا جماعة نطلع بريك أنا شوية يا أخي، ولا رأيكم شنو؟ طبعا دي أسوأ أنا بني آدم، أسوأ لبتك مشهد في الدنيا ممكن تشوفوه. أنا إنسانة استنسخة والطيبة مني، شوفوا والله لا طيبة، ما شاف الطيبة في حياتي، أسألوني أنا عنها. شفتوا كيف المنبع الطيبة؟ ولا حنان، شوفوا هنا طيبة، هنا ممكن طيبة. لا دكتورة شو أعطوها الحكم ولا طبعا نفس الشيء، ما في طيبه، ما في طيبه. لا هذه بالذات والله اطيب 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 انشار مخلوقه في العالم ذات. لما وزع الطيبة ايوه، لما وزعوا الطيبه هذا بالذات، لما وزعوا الطيبه كذابه لا تصدقوها انا خلينا نقص خلينا اقول بس هذا بالذات لما وزع الطيبه اوكي طلع زانش طلع زانش خذوا من هالانسان البريئه طيبه. لا 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 ايش كيف لقيت مجفف؟ ايوه والله ايوه دكتوره كيفك؟ لا والله هلا يا الله سلام العيد لازم هذا المشكك السحري. يا جماعه الليله انتم مشيتوا معاي في الدوام وشفتوا شغلنا الحمد لله رب العالمين. مثلا الليله ما كان عندنا ايمرجنسيز كذا حاجه خطيره، ما حملنا سي بي ار، ما جانا زول ميت، فالحمد لله رب العالمين. واز اكسبتبل، صح كان زحمه لكنه كان اكسبتبل. سو يا اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم ما تنسوا يا جماعه كومنت لايك سبسكرايب اي شيء، واشوفكم في فيديو تاني ان شاء الله. يلا سي يو باي. لا لا لم نخلق عبدا حاشانا، بل لنعمرها دنيانا، لنمهد دربا كي ياتي جيل